أم الهادي خير الآدم شافت ما نم قالت كلام من رديده يوم مولده يا بركة الله الأحد يا بركة الله الأحد احمي والدي من الحسد من شر حاسد إن حسد يا عين حاسد ما تقربي حبا وكرامة للهادي حبا وكرامة للهادي يا أيها الثاني عشر من الربيع المنتظر ذكرتنا بمن ظهر محمد زين البشر محمد زين البشر كم افتخر بنو مطر به لما المولى أمر بالحق والحسنى جاهر والقلب ضاء والبصر والقلب ضاء والبصر لبى نداءه الشجر والنور في الأرض لأجله شق القمر عليه سلم الحجر عليه سلم الحجر لبى نداءه الشجر والنور في الأرض انتشر لأجله شق القمر عليه سلم الحجر عليه سلم الحجر ربي أمددنا بالهادي بالمحي أحلى أسيادي مددا لذكرى الميلاد مدد 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 يا خير الخلق مدد يا كل أحباب النبي يتجمعوا بنور النبي